شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. الدهبات شبه هون. لك وين هون؟ لك شو بيعرفني؟ هلا عندي مشوار بقضي وبرجعتي إن شاء الله بمر على الكركون وبسألك عنهم. برجعتك؟ وإن شاء الله بدي استناك لبين ما ترجع. ما تمر سيدراسي انت ورايت. حاضر هلا بمر غيره. سلامة قلبك، الله يخلينا المختار. خذي بالك بيبو. حاضر. وإلا شغلي الدهبات مثل ما هنن، ها؟ مو ينعطوا منه؟ الله وكيلك معلم، دهبة دهبة وبرغوت برغوت، مو ينعطوا منه بتعادة. واه مرحبا بنجيب. أهلا سهلين. أهلين أهلين. شو اسمك انت سيدراسي؟ محسوبك يوسف. يوسف، يا سلام، شو هالاسم الحلو على اسم سيدنا يوسف عليه السلام. دخيل عينك بدي اسألك، انت مجوز شي سيد يوسف؟ لا والله يا ابن نجيب، انا عزابي. عندك بيت؟ انا بيت يا رجاله، هو بيت امي وابي الله يرحمهم، هو اوضتين ساكنين فيه اخي وحريمه التنتين واولاده. شي 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 على الشغل. خوي عم تنام؟ والله ايام بروح عند بيت اختي بكفرسوسه وايام نام هون بالحاصل. ايش كفرسوسه؟ ايه مشوار، والله مشوار، مو بعيده كفرسوسه. شو بدنا نساوي لك ابن نجيب، شو بدنا نساوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. والله كسرت لي قلبي. ايه والله، يعني نوم تكون بالحاصل، والله مو مشكور منها. وبيتك تك كفرسوسه، لك كتير بعيد. مو طالع شيء بالايد يا ابن نجيب، مو طالع شيء بالايد. سيد راسي، شو رايك يوم مساء بس خلص شغل تجي لعندي، نتعشى ومنتسلى ومنقروش وبطعميك قاورما وزبيب وجوز ونلزي منه وبتنام عندي؟ لا والله يا ابن نجيب، اليوم ما فيني، انا ما بقدر اليوم. ليش بقى سيد راسي؟ ليش ما بتقدر؟ يعني بتعرف اختي ما بتعرف اني رح نام برات البيت وبشغلها بالها، وهيك خلص بكره ان شاء الله. يا علينا، هلا كل ما دق الكوز جرب بدك تقول لها لاختك خلص الا نايم بالحاصل. خلص ابن نجيب، انا بحاول وان شاء الله يا اليوم يا بكره. لا لا، ما بدي تحاول، بدي توعدني، بدي وعد منك. خلص قلت لك بحاول ابن نجيب. وعدني، الله يوفقك، وعدني ان شاء الله. وانا ما بنسى فضلك بحياتي يا افه. الفضل لله هاشي، الفضل لله. انا عملت واجبي قبل ما اعرف ان الحريم حريمكم. لك كبير لك افه، والله انك كبير. ومشان الوالد يعني ما بدي اياك تزعل منه. هلا هو يعني عصبي شوي، بس صدقني هو من جوا كثير كثير طيب، ولا بد يجي يوم ويعرف مين شاهر على حياته. انا ما بزعل منه، هو بمقام الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. بس انا اللي مأثر فيه وحاسس بنفسي لك خيره انه يظن فيني ظن السوء. على كل حال انا رح احكي معه وخليه يغير نظرته فيك، وباذن رب العالمين رح نصير اهل وقرايب كمان. واختك ام وضاح ملاقيه عندها بالليوان نفس السحر اللي لقيناه بحوض الزريعه. شو هالحكي؟ ايه والله هي قالت لي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقى يا رجال، شلون بدنا نامن على بنتنا تعيش مع هالكرنيبه؟ والله ما بعرف يا معبدو. اخ يا ريت هالخطبه لا تمت ولا صارت. الهي يا رب يقطع نصيبهم من هالبنت. لك شو عم تحكي انت؟ هذا الموضوع لا تفكري فيه بنوب. البنت انكتب كتابها وانا طلاق ما عندي. بدك اياها تسكن مع هالكرنيبه؟ ايه والله بتروح لنا البنت وبنقول يا ريت اللي جرى ما صار. وين بدها تسكن لكان؟ يصطفلوا يشتروا له بيت لابنهم، يستكروا له كره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عمو؟ الله يرضى عليك. شلونك يا ابي؟ الله يرضى عليك. شو وينه اخوك رجلي؟ تركته بمشغل يا ابي. ورويدا ما تحسنت؟ لا والله يا رجال، لساتها على حالها. اي والله اشتقت لتفتيليتها بارض هالديار، هي عم تشطف تصيئها زريعه. وهديك العفريته وينها؟ تقبر قلبي فوق عند اختها، ما عم بتفارقها، الله يحن عليها يا رب. شو صار له هالبنت؟ رويدا ما فيها شيء يا ابي، ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ مالك شايفها؟ أبي القصة مبينة، رويدة ما عاد حبته بنوب لصفوان. يعني المثل بيقول الجمال بمية والجمل بنية، واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو قصدك ولا؟ قصدي واضح، عمتي موضح كل الوقت على وز براسة وز براسة، تترك صفار تتجوز وضح، مبينة القصة. خراسوا لك قسما بالله، إذا بجيب سيرة عمتك على لسانك مرة ثانية أو أختك لقطع لسانك وزيته للكلاب. قم من وجهي، قم. أمرك يا أبي. يا وفيها معدو، شو الحكي اللي عم يسمعه؟ في شي من هالشي؟ لا ايوه ما في شي من هاد يا رجال. لك ليش هيك عم يحكي؟ لانه هالكرنيبه مرت عمه هي اللي عم تعبيله براسه. انت بتعرف يا رجال
أن أم وضاح كل عمرها بتحبها وبتموت عليها لرويدة، ورويدة كمان بتحب عمتها، شو فيها هاي؟ بعدين رويدة كان عمرها 5 سنين لا شافت أولاد عمها ولا شافت أولاد عمتها. ذاتا اللي بيصحلها تكون كنة لأم وضاح، ما بتقبل تكون كنة لأم صفوان. هذا الكلام صحيح، بس اللي صار صار، والبنت كتب كتابها، خلصنا بقى نشون لها القصص. إيه؟ الله يوفقك يا يوسف يا ابن الحرام. ليش تكذب علي على اساس بدك تجي؟ ورطتني وخليتنا نتكلف العشاء. الله يوفقك. لك والله شي بيحط الاهل بالكف. هلا ابو نجيب عازمك لعنده على البيت على العشاء والنوم. لك ايه والله شايف. والله شي ما بتصدق. هات لشوف سيدي احكي لي شلون هيك صار. والله ما بعرف يعني، بس هيك عم دورها براسي، مالي عم بقدر احلى اللغز. شو مصلحته ابو نجيب ليعزمني عنده على النومه وعلى العشاء؟ لك هذا ابو نجيب مرته ماتت من الجوع وابنه طفش مشان شويه قاورمه. لا والانكى من هيك، بعت بناته لعند عمه مشان يربيهم، وفوق منها كان بده ياخذ كراهم. بقى بتقلي ابو نجيب بده يعزمك على العشاء؟ لك هذا الزلمه كحتوت بيقلب النمله، اذا شافها انتايه بيحلبها. ها ما عم اقول لك الشغله فيها انها ايه سيدي؟ بدك تروح؟ اليوم مالي رايح، لشو بكره بركدن بروح لعنده وبشوف شو وراها. لك ابو اليوس، ليكون ابو نجيب بده شو؟ ايه والله مش خده مثل المعزاية، ما فشار. ايه روق ابو اليوس روق، لك عم نمزح معك، شو بك دغري بتصدق؟ على كل حال انا بكره رح اروح لعنده وبشوف شو القصة. ايه روح سيدي روح. خير يا يوسف يا ابن الحرام، على اساس تجي وينك يا ابن الحرام؟ لا لكن والله عمو المعوزات يا برضا. ولي شو هذا؟ شي سخن؟ لا لا ما بدي، هذا البيت مسكون، خليني نطلع لبرا نام بالحرم على السلة. ما بدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا قادر يا كريم يا رب خلصني، حياتي ما ارتحت ولا وافقت عليه. دخيلك يا رب، دخيلك يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب أنت المستجيب القريب، استجب دعائي واجمعني برويدة بالحلال على سنتك وسنة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. آه! آه!
شو بك يا مو؟ شو صار لك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ينتقم منهم. الله ينتقم منهم. بكرة بروح لعند الشيخ جوهر وبعمل لك حجاب. ما في شيء يا مو، ما في شيء، ما في شيء. أكيد عاملين لك عمل. أكيد. أنا بعرف شغلي معهم. يا مو عاملين لي عمل. عاملين لي عمل. عاملين لي عمل. مالي شي حالك هيك يا ابو نجيب؟ لا والله، الله لا يوفقك. انا شو اعمل لك؟ شو اعمل لك انا؟ لا لا سيد راسي، لا توقع لك على شي حرمه درويشه مستوره جوزها. بعينك الله سيدي، بعينك الله. شو يعني؟ من طعميه الاكلات اللي عم ياكلون يوسف تاكليني؟ يا شو عتكلفني؟ خلصني سيد راسي. يا روح ما بعدك روح، خلصنا بقى. شو هالحكيات؟ اعوذ بالله. ما عم يمشي حالك هيك يا ابو نجيب؟ والله ما عم يمشي حالك. شو بك ابو نجيب؟ فيك شيء؟ ايه قول اعوذ برب الفرخ. مين انت؟ مين انت؟ لك شو بك ابو نجيب؟ انا ابو فخري. ابو فخري؟ ابو فخري؟ اكيد انت ابو فخري. يا سيدي اكيد انا ابو فخري. شو بك؟ ايه هديت حالي. الله يهد حيلك الهي. ولي لك شو معك هون برات البيت؟ اخي قاعد هون قدام باب بيتي. شو حشرك فيني انت؟ شو حشرك فيني؟ استغفر الله العظيم. لك ليش هيك؟ انت شوف قوم 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 لسادك فوت لعلى بيتك. قوم قوم خلص. والله ما لي حيل. قوم استند علي لك. قوم يا الله يا رب. فوت لشوف. فوت فوت فوت. الله يصلحك ويهديك. شو قعدك هون؟ شو قعدك؟ اهلا اهلا بشيد راسي يا فخري. اهلا وسهلا. لك بس ما قلت لي منين اجت المي على الباسة؟ اه هذا يا سيدي كنت عم اشرب مي بالطاسة. ايه ما لقيت إلا غير فلتت هالطاسة من إيدي ونزلت على الشرواء. ايه وينها؟ لكان روح فوت غير الباسك وتوضى وصلي ونام لك شي ساعة. أنا بدي روح لحق الصلاة بالجامعة. يستر عرضك يا أبو فخري. صلي هون. يستر عرضك. صلي هون أبو نجيب. صلاة الجماعة بأربعين صلاة وخص نص صلاة الفجر. هلا على حظي يا أبو فخري، على حظي صرت أحسبها. سيدي إذا كانوا للبنت خدني معك على الجامع خلينا نصلي سوا. اي شو عليه؟ ولا لا خلاص بنصلي هون. نصلي هون. يا عيني عليك يا ابو فخري هذا الحكي. الله وكيلك لك علي احلى صفره ممدوده فوق. الله وكيلك زبيب وجوز وقاورمة وخبز من ما جميعه سيدي. الله وكيلك مو ناقصه شيء. شو الكلام اللي هبط عليه فجر ابو نجيب؟ الله يسترنا من عواقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو وين راحت هالبنت؟ بديعة! لك يا بديعة! لك يا بديعة! بديعة! شو وين دلال ابن عمي؟ صار لها شي؟ تعالي تعالي شوفي هالشوفة. دلال يا امو دخيلك يا ربي. فقت يا بي؟ فقت يا امو؟ انا اصغر منكم، فقت قبل منكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيل اسمك. ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله يا رب. لك أنا بحلم ولا بعلم يا بديعة؟ بعلم ابن عمي بعلم. يا بنات يا ما تعالوا شوفوا أختكم، تعالوا شوفوا دلال. الله وكيلكم ما خلاني يطلع من عنده إلا طلع علينا الصبح، وكل شوي وشوي يتحجج لي بشغلي مشان ضل عنده. لا والأحلى من هيك قعد يصلي معي، طلعت عليه لك كل أواعي نجاسة وقرف. يا لطيف. قلت له لك أخي ما بيجوز، فوت اتحمم والبس ثياب جديدة وبعدين صلي. يا مسكين، وقلتك بيعملها وبيصلي؟ والله ما بعرف. الله يهديه. آمين. ولا كيفيني، يا روح نام عنده يا أما يجي نام عندي. ترى الزلمة خايف. والله مسكين خايف مبين يعني قاعد هيك وعم يترجى فيه كل الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الاسكافي امتى بيفتح؟
مورا يعني شو بدك منه؟ والله معي المشاية بدي ركب لها نص نعل. ايه هات لشو؟ ايه على عيني وراسي شرف. الله عليك يا فخري شوف حل. عقيد؟ ايوه. عقيد تحلاية فرز جاهزة. يلا جاي جاي. وينها؟ مورا. هلا قلت لي خطبت مو هيك؟ ايه الحمد لله. اي ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مسيك عمير. بتروح لعند ابو راتب المنشد بتعطيه هدول خليه يبلش بالجهاز وبتشتري كل المستلزمات واذا نقصها شيء بتقول لي شر. عقيد سلامة خيرك والله ما في داعي. خود عيب خود تأمر عقيد يلا بقول تأمر. الله يبارك فيك يا رب. الله يخلينا اياك يا عقيد ويديم عزك. هلا هاي العميل اللي ضربتني فتين وتبني شوربي يا شفيق هذا هو. لك شو هذا هو؟ انا لك انا منين بعرفك؟ انا منين طلعتوني انتو؟ ما تعرفني؟ لك يا كيف عملتوا لك ربطني فتين وتفتل لي شوربي؟ لك انا وين هاتلك ايه؟ لك يا معلمي؟ يا معلمي؟ لك يا معلمي؟ انا وراك؟ انا انت وياه ولا؟ روح من وجهتي الاخرى احسن ما زدتك فوق. انت بدك تزدني فوق؟ ايه وانا بالهول. لك شي بيهوي؟ ايش شي بيهوي منك؟ لا ادهم طولوا بالكم طولوا بالكم يا عشال. اهدوا. شو في يا ابني؟ عامل لي يا بضايع لهالمسكين. روق لك عمي روق الله يرضى عليك ما لقيت تتقوى غير على المسكين. هلا هاد مسكين هاد؟ لك ايه مسكين شو عامل له؟ قل له يا شفيق قل له شو مساوي. اسمع لك روقوا شوي وخذونا بحلمكم الله يرضى عليكم. عقيد معي تخيلنا نفوت لعندك على المكتب نتفاهم على رواق. شرفوا. تفضلوا يا جماعه ضب الشبريه يا اخي وروقوا الله يرضى عليكم وشرفوا. تفضلوا. شرف عمي شرف. والله يا ام شاهر مالك علي يمين انه ابو خيره ما في اطيب من قلبه بس طبعه صعب شوي وما بيحط واطي لحدا وبيستصعب يعترف بغلطه. يلا توبريني شو بدك تساوي؟ وامانه يا ام شاهر بتسلمي لي على المحروس شاهر وبتقولي له انه خالتك ام خيره بتسلم عليك وبتتشكرك كتير وقولي له كمان انه ما ياخذ على خاطره من ابو خيره. الله يسلمك. والله شاهر ما في أطيب من قلبه وما بيحمل غلة على حدا وبعدين أبو خيره بمقام أبوه الله يرحمه. الله يرحمه. هي جيت مثل ما قلتي لي يعني روحتك أنتي والبنات على الحمام صارت مأكدة ما هي؟ إن شاء الله اليوم بقله لشاهر وإن شاء الله منروح. تعرفي أم خيره أنتي والله والله جيتك عزيزة وغالية على قلبي كتير وأنا يعني أنا بصراحة ما كان بدي غلبك أو أتدلل عليكي لا سمح الله بس أنا مشتاقت لك وحابة أشوفك لأنه ما عاد إلي عين روح لعندكم من بعد هذيك المرة. الله يلعن الشيطان. إن شاء الله بتنصلح الأمور وبتصيروا تروحوا لعنا ونجي لعندكم. إن شاء الله. وأماني أماني بتسلمي لي على سعاد وبتبوسي لي إياها. اسلمي يا رب. يا عيب شو ليش معزبين حالكم؟ لا أيوه مشان واجبة. تفضل. الله يكبر واجبكم ويفرحني فيك يا فهمية. تسلمي يا خالي. الله يسلمك يا رب. تفضل يا تسلموا ايديك يا حبيبتي. قال يا سيدي ربط شيخ شباب هديك الضيعة بالتين ونتفلوا شويربوا قالوا له الحاضرين شو اسم الضيعة قام قال لهم والله نسيت وقام واحد من الحاضرين صار يذكروا أسامي الضيعة بالقلمون ولما ذكروا اسم ضيعة الجرن قال له نصري ايه والله يمكن هي. هلا مشان هيك معزبين حالكم طارقين مشوار من الجرن لهون. ايه والله بروح لاخر الدنيا مو لهون عشان فكر هالسماء قليل قدام هديت يا مختار. الاسم الكريم بلا صغراء ابو الهول يا سيدي والسبع تنعام. اسمع اخي ابو الهول هذا نصري على البركه يعني بيحكي شروي غروي بيقطوش وبيلهوش. ايه على عظم رقبتي مو سمعان بحياته بضيع اسم الجرن اصلا بحياته ما طلع برات الحاره. أيوة هلأ تاني عرفت هالضباع وهالنمورة وهالسباع منين كان يجيبهم. خلاص زرعوها بدقني ماشي وحقكم بتاخذوه من شواري. حقنا وصلنا مختار كرمال ربك لا تاخذنا غلطنا ممكن السماح. يا ميت أهلا وسهلا يا نصري. أمور عقيد. تعم تعم بوس الشباب واعتذر منهم يلا. ايه بتأمر. أهلين برجال. اتمنوا على شواربي يا نصري. أهلين أهلين برجال. يا صبحي. مور عقيد. أهوينا. جيتا. وأنا شفت لكم هالبنت عم تركض بأرض الديار
ما صدقت حالي لك طار عقلي من الفرح. ناديتها لحرمتي سألتها أنا بحلم ولا بعلم؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا بحلوا. والله قومت هالبنت بالسلامة تسوى الدنيا. يعني عليك يا صلاح. إن شاء الله الله يطعمنا على الصلاح وندرن علي لوزع الضيافة بإيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحلاوة دايرة. تفضل أبو الخير تفضل. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو خيرو. الحمد لله الحمد لله الله من فضله شافا لنا هالبنت وعافاها. بعرف من زمان كان لازم تسمع نصيحتي. ما قالوا لك شو كان معها؟ شو بيعرفني ما سألتهم. كانت الخستخانة مليانة عساكر مجروحين جايبينهم من الجبهة. ايوه انا سألته للحكيم. ايه شو قال لها؟ بسيطة شغلتها شوية التهابات بقى معها ومصارينا. والله من الأول أنا قلت لكم هالحكي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بتضل الخير والبركة يا أبو صفوان. الله يخلي لي إياك. هيك لكاني يا أم خيرو. بتعزمي كل نسوان الحارة على الحمام وأنا ما بتعزميني. بسيطة. نسيتي مين أنا آه؟ إيه والله لا أخربها وأقعد على تلتها. وأنت البادية يا أم خيرو شو عليه؟ يا مو بعتي دي بيل عند أم خيرو خليها تذكرها بلكي لس يعني تعزمنا. روحي من وشي. روحي من وشي أحسن ما فيش كل خلق فيكي. روحي. ايه ماشي وبطلت احكي لك المنام وها وعمرينك. الله يجيرنا من هالمنام. عيب صار عمرك هالعمر وليكك على وش جواز لازم تبطل العادة. حلوة يعني بكرة بعد ما تتجوز فايت على بردك اليومين ثلاثة اكل قتلة وشك مورق. لك يا خالي الكذب بيعيبه للبني آدم وربنا سبحانه وتعالى حرمه. اسمع خالي مصري الكذب ما بيجيك من وراه غير المصايب والهموم. مختار مختار والله انا ما بحب اكذب ما بحب اكذب وما بحس حالي اني عم بكذب بس مدري كيف هيك انا ببلش احكي القصه بحس حالي مبسوط وطالع من سيره فايت بسيره طالع من سيره فايت بسيره ما بعرف حالي وين بصير شو بدي ساوي. روح خالي روح صلي لك كم ركعه وادعي لربك يخلصك من هالعاده. يعني شيخي أنا هلأ إذا تجوزت ما فيها شيء لا عيب ولا حرام ولا ضد الشرع ما هيك شيخي؟ هي ما فيها لا عيب ولا حرام بس يفضل إنك تصبر لك شهر زمان مشان الناس ما تحكي عليك. الناس؟ شو بدي بالناس أنا شيخي؟ سيد راسي أنت شو بدي بالناس؟ والله يا شيخي الشيء اللي عم شوفه أنا الناس ما عم تشوفه. الله وكيلك الليل ما عم نامه. ما شاء الله عليك يا أبو نجيب والله الشباب معك والحكي. شيخي الله يخلينا لك انا شو بدي في الشباب الشباب شيء وانا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم. لذلك انا بنصحك بالصيام عبين ما تلاقي بنت الحلال اللي تناسبك. تنصحني بالصيام شيخي على اساس انا من كتر ما عم اكل خزيت العين. والله انت بتعرف شغلتك. يعني المهم شيخي هلا إذا تجوزت لا حرام ولا ضد الشرع ولا ممنوع ما هي؟ لا 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 أبداً أبداً ما فيها شيء. الله يخلي لنا الشيخ نزير بركاتك يا شيخي سيد راسي أنت. السلام عليكم. ونحن بهالكاميو رح نساوي العرس بس بيني وبينك يا أم خيري الولد ما كان بده بنت عمه كان بده بنت أختي بس أبو صفوان الله يصلحه قال ما بيخطب له غير يا بنت عمه يا بنت عمته أم الضاح. ايوه قلت له اذا كانوا لا بنت لا بنت عمه لانه بنت عمته ما بتواتينا ما بيمشي حالها معنا مع انه قاتلي حالها قاتلي حالها على ما نخطبها لصفوان. وليش ما بتواتيكم البنت من شو بتشكي؟ بنت مثل الورده عين الله حولها. الله يستر عليها الله لا يحملنا مغيبتها. يلا شو دخلنا هلا انتوا ام خيرو ما بدكم تخطبوا لخيره والله لازم تخطبوا له. ام صفوان البنت من شو بتشكي؟ يا علينا قلنا لك الله يستر عليها وعلى كل الحريمات يمينا من سيرتها. ام صفوان سألتك وجاوبيني البنت من شو بتشكي؟ ضروري يعني؟ ايه ضروري. هذا يا ستي ايه يا هالحكي اكيد مثل ما عم قلي اكيد لكن شو بدي اكذب عليكي داية ديبة ايه؟ هيك قالت لي على ذمتها الله يعافيها يبعد لي حمى يبعد لي حمى. قال كل يوم إلها فراش وامها الله يعينها ما بتلحق لها غسيل. ديبة قالت لك هيك؟
ايه هي اللي قالت، بس لا تجيبي سيره لحدا. اماني اماني خلي الحكي بيني وبينك، يعني اخطاي ما بدنا نفضح البنت. والله يا ابو نجيب شفتها احسن شي ديبه هيداي وشغيله وبتجيب مصاري وما بتتكلف علي يا بنوت. عيني عليك يا ابو نجيب. مين هاد؟ انا ست راسي. انا مين انت؟ لك شو مين انا؟ ابو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي احكي معك كلمتين. شو بكي؟ يو لك انا حرمه وحدانيه شلون بدي افتح لك؟ انك كلمتين بدنا نحاكيك اياهم. شو بكي؟ شو حناكلك؟ احكي من ورا الباب. كيف سالك ست راسي؟ تارديني؟ لوين؟ لك شو لوين؟ اسمعوا للسمعة. ست راسي يعني بتتجوزيني؟ لك جواز قرص ان شاء الله. حرمتك لسه ما نشفوا تراباتها داير بدك تتجوز، يعني بالشوم عليك. لك والله اذا بتاخذيني طاعت القدر بتنفتح لك. لك ايش بدك عندي؟ عندي برغول وعندي زبيب وعندي قاورما وعندي عنب. الله وكيلك شو ما بدك عندي. شايفني مو شايفه اكل بحياتي؟ قال برغول وقاورما وزبيب. اسمعوا لا ليك اذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحاره. صحيح انك واحد سفيه. ولي عليك شو حكينا؟ بلاها ست بلاها. يا الله يا ابو محمد، ليه ما ركبت وراي على الفرس وركبت ورا ابو شومان؟ لانه فرس ابو شومان ما ناقصيلي على المزبوط مكتشي. وشلون عرفت انه فرس ابو شومان مكتشي؟ لا يا مختار، ما الفرس بتنعرف من وقفتها وانت سيد العارفين. والله مو قليله لابو محمد، عم تحكي مزبوط، لانه سته لفرس ابو شومان قديشه. يا لطيف، ومن شان هيك انا ما رضيت اركب غير ورا ابو شومان، لانه الفرس المكتشي بتلقى حمل منيح، بس على السبق ما بتضاين كتير. على زمتي انك خيال ابن خيال. بقى من انو ديره انت؟ وين اهلك؟ شي يوم بحكي لك يا مختار، بس ليقون الاوان. ايه على راحتك. اهلي ابو ياسين. اهلي بالمختار. سيد نصري. الله يخلينا سيد نصري. شلونك سيد راسي؟ ان شاء الله بخير. اهلين عمي ابو نجيب. الحمد لله بخير. الحمد لله حبيب قلبي. طمنا كيف ست الوالده؟ ان شاء الله منيحه الحمد لله. ابو نجيب انت ليش عم تسال عن مامتي؟ ومن وين وين بتعرف انا ست الوالده اللي حتسال عنها؟ الله وكيلك لا بحياتي شفتها ولا بعرفها، بس عم ناخذ نعطي عم ناخذ نعطي. سيد نصري شو بك؟ يعني بمعيتك هيك بركي بتسال اذا بتجوزني. لك الزام حدودك ولك. لك طول بالك شباك. الله وكيلك ما حكينا شي شباك. شو كفرنا؟ والله واللي اسمع. والله اذا بتجيب سيرة انتي مرة تانية على لسانك يا ابن نجيب لحتى انكو تكرارك من شبري. وني شو هاد؟ لك نصري شو هاد؟ لك معيب عليك. لك نصري زلمي قد ابوك. اه معيب عليك. الله وكيلكم ما سويت له شي. لك مليت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك نصري. ايه بدي تعوى على ابو نجيب. لك عم تجيب سيرة عرضي على لسانه بدك اياه يضل ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مزبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال بالحلال. سألت سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له اسأل لي امك تجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة. ضب خنجرك لقلك ضبه روح على شغلك. نحن راح نعمل له اللازم. يلا روح روح الله يرضى عليك. روح بسيطة يا ابن نجيب. بنشوف خلصنا. ماشي يا ابن نجيب. ماشي ماشي سيد راسي. شو حتى منك بعدين؟ شو انت التاني حتعمل لي اللازم؟ ايش وكفرنا؟ خلصنا هيك لكن يا أم الضاح. بدك تلزقينا بنتك وهي بهالحالة؟ بعد ما تصير عنا منخجل من أبوها لأنه كبير الحارة ومختارة، ومنحط على الجرح ملح ومنسكت. والله تاريكي مالك قليلة يا أم الضاح. يا عيب الشوم عليكي. شو بك يا مو؟ ما في شي ما في شي يا مو.
انت من وقت ما حكيت معك ام صفوان تخربطت الوانك. شغله سر بيني وبينها. ايه بس انا سمعت اسم سميحه، شو كانت عم تقلك؟ وانت شو بدك بهالقصص؟ شغله بيني وبينها، ولا بدك تعرفي البيضه مين بعضها؟ الله محيي الرجال. أهلين أبو الضاح. ودام مين الخيار؟ هزير مختار. عن جد مين؟ من أنو حارة؟ من حارتنا مختار. هلا عن جد مين؟ لك هذا أبو محمد إسكافي. شو الحكي؟ ولمين الفرس اللي معه؟ لألي مختار. الله يهديك يا ودام، كيف تعطي فرسك لتوم توقعه ولا حريمات الرجال؟ يا أسد يوسف. أهلا يا أبو نجيب. أهلا يا أبو الصيف. وين أسد يوسف في دراسي؟ والله يوسف راح على جوبر بس طلبية. إيش على جوبر؟ مشوار والله. إيه مشوار خير، بدك منه شيء؟ أخي عاوزه بشغلة ضرورية. ما لك أنت بدي يرجع؟ والله بدي يرجع قبل المغرب، بس سمعته عم يقول بدي يروح يتعشى ينام. يتعشى وينام؟ وين بدي يتعشى وينام؟ عندك أبو نجيب عندك. لك شو مو أنت عازمه؟ إيه صح مزبوط والله أنا عازمه. إيه دخيل عينك بس إجا بتأكد عليها وبتقول له أبو نجيب عم يستناك على العشاء وما حيحط الخبزة بتمه لبين ما تجي. تكرم أبو نجيب تكرم، وأنا معزوم معه كمان. ما عزمك وحدة تسهل أمرك، شو حشرك أنت الثاني؟ لك أخي في شغلة سرية بيني وبينه. أنت شو أنت عزيمتك بعدين شي دراسي بعدين؟ يعطيك عافية. يعني ما كان لزوم الحمام، البنت من الحارة مو غريبة وكلكم بتعرفوها. هلا عزمنا ومشي الحال. يعني كنا حكينا مع أبو الضاح وطلبنا البنت رسمي. لا تستعجل ابن عمي، الشغلة بدها طولة بال. أوف أنا مستعجل ولا أنت؟ إيه ما كنت مصدق لالله يمتى توصل العروس على البيت؟ أي والله كنت. ولو وشو عدا ما بدا لبردة همتك؟ يمكن ما يصير نصيب. آه وليش بقى؟ هيك في سبب. سبب؟ وشو هو السبب؟ خلص ابن عمي، في سبب وما بقدر احكي اكثر من هيك. بعدين الحاره مليانه بنات. ايوه وهذا السبب مرتبط فينا ولا فيهم؟ لا فيهم. طيب اذا ما بدهم يعطونا ليش لزوم الحمام؟ البنت ما بتناسبنا. يا لطيف الله يستر على حريماتنا. شو عم تحكي انت؟ لا ابن عمي لا يروح فكرك لبعيد، البنت مثل الشاشة البيضة، بس البنت مريضة. إذا مريضة من داوية؟ خلص ابن عمي البنت مريضة وما بقدر أحكي أكثر من هيك. الله يغضب عليك يا تحسي، ما بتسأل وبتقول في عندي أم مقطوعة من شجرة. الله يوفقك يا ديبة، صحيح وجعتيني بس انضفت وصرت قوم وقعد لحالي وقضي حاجة. إجابي لك أهلين سهلين بهالعينتين، كيفك يا أبي؟ الله يعطيك العافية. أهلين يا أبي. أهلين الله يعافيكم الله يرضى عليكم ويستركم. شو وين أمك؟ جوا ببيت مون عم تحضر العشاء. أهلين ابن عمي. أهلين يا بديعة. لك البنت كأنه سخنانة، شو سقيتيها الدواء؟ إيه سقيتها الدواء، كام يوم وبتنشنش. بس وين كنت ابن عمي؟ ولا انشغل بالي عليك. وديبة قالت لي إنه دكانتك كانت مسكرة. كنت بالميدان، ميدان الخيل. يو وشو عم تعمل بالميدان؟ شو بدي أعمل يعني؟ مثل ما بيعملوا كل هالخيالة. تقبرني ليش؟ أنت من إمتى لك مرأة بالخيل؟ يا بي أنت بتعرف تركب على حصان؟ لك لكن شلون؟ أبوكي خيال. بس آخ أسفي على هالزمان. يعني ركبت على الفرس؟ إيه ركبت على فرس أبو أدهم. ولي على قامتي، منيح ما وقعت من فوقها. لك كيف بدي أوقع من على الفرس؟ عم قلي خيال وفارس. أنا كنت روض الخيول، هلا عم تقولي لي توقع من على الفرس؟ ولهلا أنتوا بالميدان ابن عمي؟ لا خلصنا مع المغرب ونزلنا دغري على الجامع، بس أنا استنيت الشيخ نزير لبين ما فضيلي شوي. يو وليش شو بدك من الشيخ نزير؟
من شان يمين الطلاق شو نسيتي؟ اهلين بالشي دراسي، اهلين بسيد يوسف. لك وينك انت؟ تفضل تفضل لفوق سيدي. والله شغل بالي عليك، الله وكيلك مشغل بالي. يا اهلين وسهلين، والله زارتنا البركه الله وكيلك. اهلين اهلين بالسيد يوسف، يا اهلين وسهلين. شرف سيدي شرف، على الصدر على الصدر شرف. ايش هو الحمايه اللي الك؟ ايش هو الحمايه اللي الك؟ اكيد جاي جوعان وتعبان. شرف سيدي، يلا سمي بالله. بسم الله. شو هذا؟ شو بك سيدي راسي؟ شو هذا اللي بالصحة؟ هاي الأورمة سيدي، مالك سمعان بالأورمة؟ لك بلا سمعان فيها، بس ليك ما في غير الدهن، شو ما في لحمة؟ لكن بلا، هي الأورمة مدهنة شوي سيدي راسي. لك شو شوي؟ ما في لحمة بنوب، أنا هيك شي ما باكله، عن إذنك معلمي. لك صلي على النبي صلي على النبي، شو بك أخلاقك بروس مناخيرك يا سيد يوسف؟ خلاص جيب لك لحمة، عمير الله بجيب لك لحمة. يلا، وأحلى لحمة للسيد يوسف. يا ترى شو بده مني؟ إذا بحياته ما اجتمعوا سرمايتين ببيته، هلا صار كريم، أكيد الشغلة فيها أنا لنشوف آخر تمعه، بس ما يكون مثل ما قال أبو سطيف. وأهلا بسيد يوسف، ويا سيدي وهي أحلى صحن أورما. شرش درسي. كأنه هالأورما خربانة وريحتها طالعة كمان. أعوذ بالله، شو عم تحكي؟ هي الأورما هيك ريحتها مثل ريحة الشنجليش، شو عم تحكي انت؟ سمي بالله سمي بالله سيدي سمي بالله وكل. تفضل تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمة لك هلا بيخلصهم كلهم ويصير بده كمان. ان شاء الله ريته مطرح ما يسري يهري، ان شاء الله سم الهاري الهي. ان شاء الله صحة وهنا سيدو، ان شاء الله مجاري الهنا الهي، مطرح ما يسري يمري. كل امانة تاكل، ما بتخلي شي، ها ما بتخلي شي. خبز خبز سيد راسي، خبز لك كبر الخبز يا شباب. كله عنب سيدي، كله عنب. الجوز تقيل، الله وكيلك تقيل، كتير تقيل. ماشي، ان شاء الله صحة وهنا. الحمد لله. وين سيدي؟ اكيد رايح لبيت المي، قلت لك الأورمة تقيلة يا سيد يوسف، ما صدقتني. الحاصل والله، رايح الحاصل انا. شو هاد سيدي؟ يستر عرضك لا تروح الحاصل سيد يوسف. يعني هلا بعد ما تعشيت واكلت الاكلات صار بدك تروح الحاصل سيدي؟ ابو نجيب اللي بالمشر معي، شو بدك مني؟ شو بدكم بدي منك سيدي؟ شو بدكم بدي منك؟ ولا شيء، الله وكيلك ولا شيء. بس انا شو قلتي حالي؟ قلتي حالي يعني بما انك انت وحداني وانا وحداني، فليش ما منسهر سوا؟ منتعشى سوا ومننام سوا؟ مننام سوا؟ ابو نجيب شو قصدك؟ والله مو قصدي شي، الله وكيلك مو قصدي شي، لا تفهمني غلط. واصحك يروح مخك لبعيد فكر انه انا بخاف يعني نام لحالي مشان ما تطلع لي من اجيب. لا والله ما فيك شي، بس انا قلت لحالي يعني بحن عليك سيدو، بحن عليك. ايوه يلا خاطرك لكان. والله ما بتروح سيد يوسف، استر عرضك. والله بخاف نام لحالي عم تطلع لي من اجيب بالليل. من اجيب؟ لا عمي لا، يستر على عرضك. انا خلقت العالاتي جوزتين بخرش. قال ابن نجيب قال بدي روح. عمي بدي روح، مختار مني على الحاصل بدي روح. الله لا يوفقك يا سيد يوسف، الله لا يوفقك كلك. لا سيد يوسف، يا سيد يوسف، سيد يوسف. يا بي الله وكيلك وكيل السماء والارض، انه شاهر شب شريف وقبضاي وبيرفع الراس، انا بعرفه كتير كتير منيح. هو بنوب بنوب ما بيحب الزايحة، بس يا بي يمكن انت يعني. لا انا شو انا يا ولد؟ حلوة والله، عال علمني شو لازم ساوي شو لازم ما ساوي. لا لا يا بي والله ما قصدي. خلاص طويلي السيرة. يوه شو بكون ليش هيك صفاتكم طالعة؟ ما في شيء. انا رايح نام، تصبح على خير. عاد يا مو، عاد اشرب لك كاسة شاي. لا لا يا مو مالي نفس. كان ضروري تخليه ينام زعلان، اتركه بهمه، الولد متضايق من اللي صار، ما بكفيه؟ اي انفلي، يعني تارك الدنيا كلياتها ومدحوش ببيت العياش، قالوا شو الجماعة أكابر، وخصوصي هذا الواطي شاهر، عجبك؟ لكني عم يضحكوا عليه وهو مصدق. وهلأ شو جاب سيرة شاهر؟ عم تسأليني لي؟ ايه روحي سألي ابنك. عبي شاي. الله لا يوفقك يا يوسف على الفصل، الله لا يوفقك إلهي، إن شاء الله مطرح ما يسري يهري يفضح حريمك.
أكل الأكلات وراح. الله لا يوفق، الله لا يوفق، إن شاء الله سم الهاري إلهي. شو بدك تعمل هلا يا ابني؟ شو بدك تعمل؟ والله خايف نام جوا لحالي، الله وكيلكم خايف. أحسن شي روح قدام السرايا، هنيك في كوران ومضواي، في ونس، تتسلى لك ابن جيب تتسلى. والله شفتها. يلا مساء الخير يا عم. اهلين. تفضل تفضل تعشى معنا سيد راسي. عم تحكيني لي؟ ايه سيدي تفضل تعشى معنا. شو عم تاكل سيد راسي؟ كباب وبندوره وخيار وخبز خير الله. كباب؟ ورجيني اشوف شغل مين الكباب؟ شغل اب مرعي اللي بسوق التمن سيد راسي. اب مرعي؟ يعني ما في اسئله اذا دقتهم سيد راسي؟ ما في اسئله سيد راسي، انا عم بدعي لربي انه الله يبعد لي حدا يتعشى معي ويسليني. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، والله شي طيب، شي طيب كتير. ما قلت لي سيد راسي انت منين؟ من الهيالة. من الهيالة؟ يا سلام، الله وكيلك، احلى ناصب على هيالة. ما قلت لي سيد راسي شغل مين الكبابات؟ من عند اب مرعي، ما بتعرفه؟ ايش؟ اي بعرفه اب مرعي، اي بعرفه. يلا لنقوم نصلي الفجر ونلحق نطلع على الضيعة قبل ما يطلع الضوم. ما بدك تصلي ابن نجيب؟ لا سيد راشي لا، انا بصلي بالبيت معروفة هي. بات لي يا ابغاني، شو اسم ضيعتكم مرة تانية؟ هيالي عمي الهيالي. هيالي دخيل روحك. بدي مرة آدمية بنت حلال تحفظ النعمة سيد راشي. ها ومين ما سألت عليك هنيك؟ ابو غانم بده يدلوني. بدلوك سيدي بدلوك، امتى ما بتصلى عنا على الضيعة من ليلك طلبها. الله يخلينا ابو غانم، واحلى بوسه من راس ابو غانم. الله لا يحرمنا اياها. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله منيحه.